الشهيد سمي شهيدا ولقب بهذا اللقب الطيب لأنه شاهد وحاضر ولم يغيب حتى قيام الساعة. ومعناه في الشرع هو من قاتل العدو وقتل في ساحة القتال أو رفع من ساحة القتال وبه رمق ثم مات بعد ذلك. يبقى الشهيد هو الذي يموت في سبيل إعلاء كلمة الوطن وفي الدفاع عن الوطن وعن العرض وعن الشرف وعن المال وعن الدين، هذا يسمى بالشهيد. ولقب بالشهيد لأن الله سبحانه وتعالى وملائكته قد شهدوا له بالشهادة، وشهدوا روحه وهي تصعد إلى ربها، وشهدوا لروحه أيضا بالجنة، وشهدوا روحه وهي تدخل الجنة. كذلك أيضا أكرمه رب العزة جل وعلا بهذه الشهادة فلقب بالشهيد لأنه يشهد مع الأنبياء على الأمم، فصارت منزلة الشهيد عند الله منزلة رفيعة، لأن ذروة سنام الإسلام الجهاد، وذروة مكافأة العبد من ربه الشهادة. أعلى شيء في الإسلام الجهاد، طب أعلى مكافأة هيديها ربنا للعبد الشهادة. يبقى الشهادة في سبيل الله هي أرفع منزلة يأخذها العبد وهدية رب العالمين لهذا العبد. لذلك الشهيد في ساحة القتال لا يكفن ولا يغسل، بل يكفن في ثوبه ولا يغسل، ويصلى عليه أو لا يصلى عليه. نحن نصلي على الأموات لأن صلاتنا شهادة لهم ولأنها رحمة عليهم، أما الشهيد فلا يحتاج إلى صلاة لأن الله قد رحمه وشهد له بهذا الأمر. كذلك أيضا نغسل الناس لأن غسلهم واجب علينا، أن نغسلهم مما هم فيه من القذارة وغير ذلك، أما الشهيد فلقد نظفه رب العزة جل وعلا وكرمه وجعل دماؤه مسك يوم القيامة. الصلاة والدفن للشهيد من السنة أن يدفن الشهيد في مكانه إن تيسر هذا الأمر. لذلك رب العزة جل وعلا جعل الشهادة هي وسام المؤمن يوم القيامة. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولا تقولن لمن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله، يسعون في سبيل الله، ما لهم فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. شوف ربنا سبحانه وتعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. شوف الشهادة لربنا سبحانه وتعالى أكرم بها العبد. ربنا اشترى من المؤمن نفسه روحه ماله كل شيء علشان يعوضوا الجنة. أنا هاخد منك دول هتديهم لي، أنا اللي عطتهم لك وبطلبهم منك، لو اديتهم لي هعوضك الجنة.